مراد الهاشمي الناقد الرياضي الجزائري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا زميلي جدو، وأهلا بكل متابعي قناة الأهلي، النادي العزيز علينا والأكثر شعبية في إفريقيا. كل سنة وحضرتك طيب ومنور مصر، ومنتخب الجزائر منور مصر ومقدم عروض ولا أروع، احنا خايفين نحسده. لا، والمنتخب الجزائري حقيقة قدم مستوى طيب في ثلاث لقاءات الأولى للمجموعة الثالثة، ولكن حتى نقول أن المنتخب الجزائري هو المرشح أو يتوج بالمرشح الأول لتتويج، هذا مغالطة، لأننا في آخر دورة. لا يخفى عليك زميلي أن المنتخب الجزائري أقصي في الدور الأول، والجزائر لم تتوج بأي لقب قاري منذ احتضانها لدورة 1990 بالجزائر. يعني المنتخب الجزائري في رهان لتتويج، للحصول على أول تتويج له خارج الديار. أستاذ مراد، ما بيقلقكش الأداء القوي قوي في البدايات؟ يعني إحنا بنفضل الأداء التدريجي، بيقلقك الموضوع ولا بيخليك واثق أكتر؟ والله أنا بيقلقني نوعا ما، ولكن في ظروف المنتخب الجزائري المعطيات مغايرة، لأن المنتخب الجزائري كان قد مر بأزمة، يعني منذ المشاركة المشرفة في مونديال البرازيل المنتخب الجزائري مر بفترة عصيبة وتراجع في الأداء والنتائج أدى إلى فقدان الثقة عند اللاعبين، ولكن بتعيين المدرب الجديد جمال بلماضي استطاع أن يعيد له هيبته، ورأينا منتخبا منسجما في بداية الدورة حين تمكن من الفوز بثلاث مباريات، وخاصة مباراة المعيار كانت مباراة السنغال، أين يعني المنتخب الجزائري أبهر المتتبعين وأصبح من بين يعني الفرق المرشحة حسب المختصين للتتويج القاري. أكيد اتكلمنا كمان على المنتخب الجزائري أنه لعب بالصف الثاني أو شبه الصف الثاني، وكمان قدم أداء مميز جدا. الأداء كان مميز في الثلاث مباريات، خاصة المباراة الثالثة. أنا بتكلم بعد ما ضمن الصعود لدور ال 16. لا، في المباراة الثالثة، نعم، كان المدرب بالماضي أقحم يعني بما يسمى بالفريق الثاني أو بالزبط. الفريق مشكل من الاحتياطيين، ولكن أثبت اللاعبون أن اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءين الأولين لهم مستوى وقادرون على أخذ مكانة في التشكيلة الأساسية، بحيث أنهم اكتسحوا منتخب تنزانيا بثلاثية كاملة وقدموا أداء راقيا. هذه المباراة كانت يعني مفيدة للناخب الوطني الذي اكتشف بأنه يملك مقعد بدلاء مكون من لاعبين في المستوى وقادر أن يشرك أي لاعب في المباراة القادمة أمام غينيا. أكيد، حتى إحنا يعني إحنا كمصريين تعرف إن إحنا بنحب نهزر دايما، بنقول إحنا ممكن نشوف المنتخب الجزائري الأول والمنتخب الجزائري الثاني في نهائي البطولة. لا، يا نكتة صدرت بعد اللقاء الثالث، وين هي طبعا كلام بيحمل بين طياته قد ايه قوة المنتخب الجزائري ما شاء الله. صح، ده حقيقة يعني المنتخب الجزائري قدم أداء راقي في اللقاء الثالث وسجل ثلاثية، ولكن مباريات الدور انتهت الآن، هناك مباريات إقصائية مباشرة، يعني بالزبط. أي خطأ يكلفك الإقصاء والمباراة سيزداد فيها الضغط بمرور يعني بالتقدم في التصفيات، واعتقد ان المنتخب الجزائري عليه ان يركز على المباراه القادمه امام غينيا، لن تكون سهله. اكيد، والاكيد ان جمال بلماضي يملك الوصفه يعني لتجاوز عقبه غينيا التي في الدور الاول لم تظهر مستوى يعني كبير، ويعني نظريا المنتخب الجزائري يملك كل الحظوظ لتجاوز هذا الدور والتأهل إلى الدور الربع النهائي. يعني حضراتكم كصحافة جزائرية، لو بتنصحوا جمال بالماضي تنصحوه بإيه في المباراة القادمة أو في المباريات القادمة بإذن الله؟ أنا أنصح المدرب الوطني جمال بالماضي بمواصلة تحفيز لاعبيه وتحذيرهم من الغرور. الجزائر رغم أنها يعني حسب بعض المختصين والتصريحات بعض المتتبعين يعني أقوى فريق في البطولة، ولكن شاهدنا في الدورات السابقة أن فرق لم تكن في ثوب المرشح هي التي فازت. آخر دورة المنتخب الكاميروني لم يكن من بين المرشحين للتتويج، ولكنه في آخر المطاف هو المنتخب المصري نشط نهائي. بالضبط. هذه الدورة قد تعرف مفاجآت، قد يقصينا المنتخب غينيا يعني بمباراة بطولية
يتأهل وربما يتوج باللقب. يعني ما كرة القدم لا تعترف يعني بال يعني ليس في علم دقيق حتى نقول هذا الفريق هو الذي سيتوج. كل شيء مرتبط بجزئيات تفاصيل. في 90 دقيقة كل شيء هناك تحكيم، هناك أمور، يعني هناك فرق تكون خارج موضوع في المباراة، ما يعني فيها معطيات قد تؤثر في نتائج المباريات. أكيد أستاذ مراد، لو قلت لك على أبرز الإيجابيات اللي حضرتك شايفها في هذه البطولة بشكل عام. إيجابيات ساعدنا يعني، هو في الحقيقة كثرة الفرق حسب اعتقادي أضعفت نوعا ما المستوى. لم نشاهد العديد من المباريات مستوى كبير. شاهدنا يعني ثلاث فرق ضمنت تأهلها بفوزها ثلاث مباريات، هي ثلاث فرق عربية، يعني سيطرة للفرق العربية في الدور الأول من التصفيات، حيث أن المنتخب المغربي والمنتخب المصري والمنتخب الجزائري أكمل الدور يعني بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بالزبط. وكلاهما لم يتلقى يعني أهداف، ما يؤكد أن القوة الدفاعية. ما عدا هذه الدراسات شاهدنا مثلا فريق المتوج باللقب الكاميرون ربما وجد نوعا ما صعوبة في التأهل إلى الدور الثمن نهائي. الفرق لم نشاهد الفرق التي لها تقاليد يعني في هذه الدورات يعني تسيطر على مجموعاتها أو تفوز يعني نتائج كبيرة. شفنا تقارب يعني كبير في المستوى ما عدا الجانب الفني من حيث التنظيم والاستقبال والملاعب، كل شيء كان تمام الحمد لله. شاهدنا يعني ملاعب وأرضيات بالمستوى كأننا نشاهد مباريات في أوروبا رغم حرارة الطقس، إلا أن المباراة كان لها يعني نسق وريتم في المستوى بالنظر إلى درجة الحرارة المرتفعة هنا بمصر. في الأخير يعني نعتقد أن الدور الثمن النهائي والربع النهائي سنشاهد مستوى أرقى. أكيد أكيد أستاذ مراد الهاشمي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل التوفيق للمنتخب الجزائري في الأدوار القادمة بإذن الله.